كنا نعاني، وهذا الحق لا بد أن ينتج. ولولا اتخاذ هذا القرار بتطوير حق للشرارة وحق للمبروك وحق للناقة وتطوير البحري، اليوم ما عندناش لا غاز نصدره ولا عندنا نفط من حق للشرارة أو من الحقول اللي ذكرتها. حق شركة روم بترول اللي كانت تملك حق للشرارة هي التي باعت لي شركة روبسون، وشركة روبسون وشركة روم بترول جاءوا للمؤسسة وعرضوا هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع كان حساس في ذلك الوقت، والحمد لله أنه تم القرار بغض النظر توا على النسب اللي نحكوا عليها، لأن الظروف ما هيش واحدة. اثنين، فيما يتعلق بالنسب، النسب كلها اللي قبل 2011 في قطعتين فقط، المعدل العام هو 20% للطرف الأجنبي. في حالتين تم كانت البي بي 24%، والمنطقة الوحيدة اللي كانت فيها القطعة الأخرى الار دبليو اي الألمانية وعطيت لها 30% نتيجة وضع خاص لتلك القطعة في مستطلع برقة. أما بعدها كل الاتفاقيات كانت أقل من 20%. نجو لموضوع آخر اللي هو موضوع إيني في الـ في الـ في حوض غدامس والبحر. حوض غدامس والبحر النسبة كانت 40%، وفي 2018 يجب أنها بعد 10 سنوات ترجع إلى 30%. الآن المفروض تكون 30% فقط. طبعا شركة إيني للحقيقة شركة إيني من الشركات اللي وقفت معانا وقفة كبيرة في قبل 2011، وقالت بوضوح للولايات المتحدة الأمريكية إنه فرض عقوبات على ليبيا معناها فرض عقوبات على إيطاليا، لأنه ربع إنتاج النفط الليبي يذهب إلى إيطاليا. هذه نقطة بين قوسين. فيما يتعلق بعدم احترام القوانين، للأسف المؤسسة الوطنية للنفط كانت من أكثر المؤسسات في ليبيا احتراما للقانون واحتراما للأجهزة السيادية. متى بدأ هذا الاختلاف وعدم الاحترام؟ بدأ هذا الاحترام عدم الاحترام من قيادة المدعو صنع الله للمؤسسة الوطنية للنفط. نعم طبعا حق الرد مكفول. نعم دكتور عثمان، حق الرد مكفول لكل من ذكر اسمه في هذه التغطية. تفضل. نعم. أكمل. البنية التحتية للفساد بنيت من هذا من ذلك الوقت، ولهذا السبب كل من يأتي يقول اللي قبلي ما داروا له شيء، خلينا حتى نشتغلك. واحد يجي بسفير أجنبي، واحد يجي بقوة، واحد يجي بكذا، واحد يجي وراء فلان وهذا فلان. ولهذا السبب نحن في هذه المعركة ضد الفساد. علينا أن نطبق القوانين، نحترم الهيئات الرقابية السيادية، الديوان المحاسبة، النائب العام، الرقابة الإدارية، هيئة الفساد، كل المؤسسات يجب أن نحترمها، لأن احترام المؤسسات هو احترام ذاتنا، احترام ليبيا. ولهذا السبب عندما أنت تجي وتختار أدنوك أو تختار الشركة التركية، أدنوك شنو هي التقنية اللي تملكها شركة أدنوك؟ أدنوك ممكن تملك المال، لكن المال عندنا نحن في صندوق الاستثمار الداخلي عنده 12 مليار. قلنا 12 مليار ممكن أصبحوا 6 مليار. إحنا محتاجين إلى زوز مليار. بالإمكان يتم التطوير من خلال صندوق الاستثمار الداخلي. بالإمكان يتم التطوير عن طريق المصارف التجارية. بالإمكان التطوير عن طريق المؤسسة الليبية للاستثمار. إحنا إذا توافرت النية الطيبة بالإمكان نصل إلى كل ما نسعى إليه. مثلا أحدهم اتصل بالشركة التركية، نحن يا أستاذ عندنا شركة تركية قامت باكتشافات في حوض مرزق لم تنفذ التزاماتها واختفت من 2011 وعليها التزام 13 مليون. هل من المعقول أن نذهب ونجيب لشركة اسمها TEC ونقولها تعالي أعمل معنا تطوير في حوض غدامس على NC7؟ يجب أن نحترم أنفسنا، نجيب الشركاء متاعنا اللي نحن عندنا إحنا وياهم علاقات وطيدة وقفوا معنا في الأزمات. عندك
توتال، عندك الروبسول، عندك الأوم في، عندك الإيني، عندك مئات الشركات القادرة. منجيب الشركات تتعلم فينا نحن. ولهذا السبب رسالتي لرئيس المؤسسة ورئيس الحكومة أن نراعي القوانين وفي نفس الوقت الجوانب الفنية ونحترم وزارة النفط.